السلام عليكم، معكم حسن من قناة اكس تيكي. هنا عندنا فتح علبة لجهاز مميز جدا في تصميمه، تلفون سامسونج جالكسي اس 6 ايدج. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبطل العلبة. اول ما نشوف التلفون حطه صوب. هنا عندنا دليل المستخدم، الكفالة والشغلات هذي، شوحها صوب. هنا عندنا السماعات، سماعات جديدة من سامسونج صايرة بطريقة مميزة. هنا عندنا الشاحن، الشاحن يدعم شحن سريع اساس يشحن تلفونك بسرعة من 0 إلى 60%. عندنا واير المايكرو يو اس بي، والاخير عندنا دبوس اللي هو حق السيم كارد. الجهاز ما يدعم الذاكرة الخارجية لكن يدعم النانو سيم كارد. كذي ونسحب الجهاز، وهذا هو التلفون. هذا اللون الأزرق أو الأسود مثل ما تبغوا تسمونه، والأزرق نوعا ما زين. وهو التلفون يجي بأكثر من لون، هاللون هذا واللون الذهبي واللون الأبيض وأيضا اللون الأخضر. هذه كانت نظرة سريعة على تلفون سامسونج جالكسي اس 6 ايدج، وان شاء الله في الفترة القادمة راح يكون في محتوى اكثر بالنسبة حق التلفون المميز هذا. شكرا جزيلا.